أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله عند كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وامتدادا لهذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم، هيا نعيش مع كتاب الله. اوسط شفين واغنى غناء واهبا متفضلا خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. اخوة الايمان نحييكم بتحية من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته بنا لديكم. اجلس سويا على موائب القرآن، حفص وورش وحمزة روايات في القرآن. ايات الله البينات وعلينا وعليكم زليكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ وامام جامع الازهر الشريف القاهرة والمقيم والمعروف بعين شمس بالقاهرة. نسأل الله له التوفيق ولي ولا حضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء شيء
السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره ولو جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العظيم. وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه
السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت
كلمة العذاب على الكافرين حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاء فتحت أبوابها حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم وقدهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
الله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين حميد وقيل الحمد لله رب العالمين حميد شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا إليه المصير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميد إليه المصير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميد من الله العزيز العليم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إليه المصير
صدق الله العظيم. ذهب المشركين أم هذا شبابي نور على نور لنزل في الكتاب. جبريل أتى بالقرآن وقال اقرأ يا طه كتاب رب العالمين منزلا فيه الهدى والنور أحلى من العسل المصفى واللبن الشفاي. أية بينة على ما سمع حضرتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر خارج اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ وامام جامع الازهر الشريف بالقاهره والمقيم والمعروف بعين شمس بالقاهره. الصوت والبسمه لسرادك المقام وكبرى مخازن الفراشه الحديثه والمعرض الفني اطلب محلات ومخازن الحاج الشناوي الخولي واولاده مقيم والمعروف بجوار كوبري فاروق. اما المحل الثاني والرئيسي بالكوم الاخضر حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا.